نتقابل فيها او اللي ازاي نكتب بيها وازاي نكمل الموضوع ده. النهارده هناخد شويه حاجات توضيحيه للي خدناه قبل كده، ونتكلم عن طقس الماديه في الكنيسه. يعني الكنيسه احنا قلنا الكنيسه بتحاول تنوع في المرادات بتاعتها، وحتى لو في لحن واحد تقوله اكتر من طريقه. كل ده هدفها ان احنا نستعطف قلب ربنا علينا من اجل مغفره خطايانا. لحن مثلا كمثال، مثلا لحن بأورو، لأي لحن بأورو لو انت خدت لحن وديته لموسيقي وقلت له اعمل لي لحنين، يعني للكلمات دي اعمل لي لحنين، ممكن يعمل لحنين بالعافية، يعني هيطلع واحد كويس والتاني مش قوي، بس اقصاه يعمل اتنين. لكن ان يعمل اكتر من لحن لحاجة واحدة هلاقي صعب. فنلاقي ان بأورو بنقولها باكتر من طريقة. تمام فرايحي؟ بأورو انت تي يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. ولقينا احنا بنقولها مثلا في 4 نص، ورتتي ايريني وينان انت كيريني سنران انت كيري قان النوبينان بول. وفي اسبوع الالم ولا ازاي؟ يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. كيري يا ليسون. وتلاقوا ان يعني الطرق بالرغم انها بتتنوع لكن مقبوله كلها في الود بتاعتنا. يعني عشان اقدر احسسكم اكتر، يعني النهارده عايز احسسكم اكتر بكنيستنا قد ايه غنيه بالالحان والنغمات بتاعتها، وبتقعد تغير. يعني ممكن ما تغيرش في الكلمات لكن تغير في النغمات. كل ده هدفها ايه؟ ان تحسسك بالمناسبه اللي بتعيشها مع السيد المسيح في الكنيسه. هديكم مثال هنعمله مع بعض. في الزكسولوجية بتاعت رؤساء الملائكه اللي هي شاش في الارش انجيلوس، خلاص؟ انا هبتدي اقولها واغير في الطريقه بتاعتها حسب المناسبات اللي بمر بيها الكنيسه. واللي على حضراتكم تقولوا لي المناسبه دي ايه؟ سهل الاختبار ده؟ ماشي؟ شاشفن أرشي أنجيروسي أو إراتو بإرهن نوس بإمسون بيبان دوغراتور شمشم مستريون التيب طريقة سلام ميخائيل بابي هويت غبريل بابي ما إصناف رفائيل بابي ما شم كتطيبو سنت ترياس يومي ايام ماشي. صريل صادقين صراسين نمانا نيل نينيش تنرفر ايني اثو ابني طف امو بري جنبي صمت صمت كبير ايه؟ احد شروبيم نمني سرافيم ني اسرونوس نمي تشويسي نيقوم بفتو انزا او اناصوماتوس از بايخا بهرما انزيوس كيا بعد كده ايه؟ ببرفتو امي برز فيتيروس خنتي اكليسي انتني شوربيم مي ابهو سيروف خن امي تطنونك ابقوا شابوا لبقوا اموس جاقيوس اوسيوس نيت شوني مطريتشيو اقيوس يشيروس نيطاب كتب شوني سمايم تنو او شفتوا كم نغمة استخدمتها الكنيسة على مدار السنة؟ احنا ما بنحسش بيها عشان بنقول ايه؟ تيجي في المناسبة تقول الحاجة بنفس الطريقة فخلاص. لكن لو جينا ركزنا كده بتتنقل بينا ليه؟ ما كنت عملت طريقه واحده وخلاص. كيس تقول لك لا، انا عايزك تستعطف قلب ربنا بكل الطرق،
بالرغم ان ده صعب يعني ان الواحد يقعد يحفظ الطرق دي كده بتتقال ازاي، وفي ناس بتيجي تبتدي في المناسبه يعني دايما كنا بعد اسبوع الالام عشان نيجي نصلي تاني فريحي بعد ما دخلنا في اسبوع الالام حزيني، الواحد يقعد يفتكر النغمه ايه؟ هنقولها ازاي؟ لان من كتر ما بنخش جوه اسبوع الالام ولحن كئبرته والالحان الحزين اللي فيه بيجي ننقل بعد كده. كان في الاول بحس بصعوبه لكن كل ما راح طبعا بيكرر الالحان بيبقى الموضوع سهل عليه. المخطوط اللي انا قدامكم دي ده لحن غلغصه، وزي ما انتم شايفين كده هنلاقي هنا في الجزء ده واما بيعه المعلقه ما يستعمله خلاص الا هذا الربع. هو يمكن قصده هنا ان بيعه المعلقه يعني بيستخدموا الربع ده بالذات، الربع ده مضاف عندهم في المعلقه، لكن كنيسة أبو سفين المخطوط ده من دير أبو سفين، فهو بيقول إن إحنا كدير أبو سفين بنقول لحد هنا خلاص؟ لا هو قصده كده إن الربع الأخير ده اللي موجود في أبو سفين كنيسة المعلقة ما بتستخدموش، وأما بيعة المعلقة ما يستعملوا إلا هذا الربع. فقد يقصد بقى إلا دي مش عارف معناها إيه، يعني استخدموه ولا ما استخدموش، لكن هو اللي عايز يقوله هنا في المخطوط إن في فرق بيننا وبين كنيسة المعلقة، وإحنا عارفين الفرق ده بس سايبينه زي ما هو. يعني سواء هم أبو سفين اللي بيستخدموه والمعلقة ما بيستخدموهش، ما قالكش إن إحنا هنستخدمه. كل واحد ليه طقس. بالرغم إن أنا عارفه وأشرت إليه أهو، لكن أنا مش هستخدمه. فاللي أقصده من المخطوط ده أنا جايبه لكم إن ما يعني لو لقينا اختلاف بين كنيستنا وكنيسة تانية في حاجة، ما نقولش ده غلط وده صح. لا، كل مكان ليه تسليمه، وده اللي بنقوله كده تسليم الاديوره مختلف. التسبيحه اللي يروح يقدر يصلي في الانبانطونيوس غير اللي بيصلي في السريان غير اللي بيصلي في البراموس، في اختلافات حتى في طريق اداء، المحرق مختلف تماما في بعض حاجات كتيره في التسبيحه. فالاختلاف مش وحش لان كل واحد استلم بشكل معين غير التاني. مخطوط تاني هوريه لكم، المخطوط ده اللحن اهو منه، المخطوط ده من دير المحرق، لحن اسمه ادم ابيل، اللحن ده بيتقلل الانبياء اسمه توزيع الانبياء، مش موجود غير في مخطوط بتاع دير المحرق. كل مخطوطات ترتيب البيعه سواء اللي موجوده في المرقسيه القديمه او في اسكندريه ما فيهاش اللحن ده، لكن اللحن ده موجود في المحرق ومسجل للمعلم توفيق. فمن هنا بنقول ان الالحان معظمها خرج من ثلاث مدارس. كان في الالحان خرجت من اسكندريه وسمينا الالحان اسكندراني، كان ليهم طقسهم وفي حاجات مختلفة عن الطقس اللي بيتم في البحيري أو في القاهرة، وفي ألحان كانت بتتم في البحري اللي هي القاهرة وما حولها، وفي ألحان صعيدي أو مش ألحان صعيدي يعني ليها طريقة صعيدي لكن خرجت من ناحية دير المحرق والأقصر وأسوان وبعض أماكن تانية. فلما ألاقي في اختلافات ما ينفعش قدامنا كده حل من اتنين، يا إما ناخد ونعمل كوكتيل، يعني أنا عندي مثلا أجيوس، في أجيوس السكندري وفي اجيوس الفرايح الكبير اللي هو قاله المعلم توفيق، وفي اجيوس اللي هو العادي عندنا اللي هو فعندي كده ثلاثه اجيوس. فعشان اوحد مش معنى التوحيد ان اخد الثلاثه وادمجهم في بعض، لان ايه القواعد اللي هدمج بيها الثلاثه من بعض؟ لكن التوحيد ان انا بعرف ان انا عندي الثلاثه دول. ثلاثه بدل ما استنى شويه الاقي سبع الحان اسمهم اجيوس، طب يبقى ايه دول دخلوا امتى ودخلوا منين وجم ازاي؟ معرفش. فأول حاجة التثبيت، إن أثبت الألحان اللي موجودة النهاردة، أشوف المصادر بتاعتي إيه وأقول الألحان اللي موجودة عندي هي كذا. واحد اتنين تلاتة. وبعدين أنا في اسكندرية عايز أقول بالطريقة السكندري أوكي، عايز أقول بالطريقة البحيري أوكي. أهم حاجة إن الخرس يتفق على حاجة يصلوا كلهم زي ما اتفقنا بصوت واحد بقلب واحد في محبة بينهم وبين بعض عشان ربنا يتقبل منهم هذا اللحن اللي هما بيقولوه. هنحاول نستعرض النهاردة كده المدايح اللي بتتقال في الكنيسه. طقس الاحتفال بالشهداء، يعني المداح دي ابتدوا يعملوها ازاي؟ دخلت من الاحتفال بابائنا الشهداء. منذ أيام بوليكاربوس الأسقف والشهيد وتحديد استشهاد عيد الرسمية للكنيسة عام 155 ميلادية، بدأت الكنيسة تتنبه لإقامة أعياد فردية للشهداء، واعتبر يوم استشهاد القديس هو يوم ميلاده
عرف هذا اليوم بمولد الشهيد اللي جت منها كلمه الموالد. راح فين؟ راح مولد العذراء. راح فين؟ راح مولد مريركس. هو ما بيحتفلش هنا ببلاد القديس، خلوا بالكم ان احنا كسنكسار يعني الاحتفال بميلاد القديسين قليل جدا، يعني لا اللي بنحتفل بميلادهم ميلاد السيد المسيح، ميلاد الست العذراء، يعني في تذكار لميلاد الست العذراء، تذكار لميلاد معلمنا يوحنا المعمدان، تذكار لميلاد القديس تكلا هيمنوت الحبشي، يعني دول تقريبا اللي هم بيركزوا قوي على ميلادهم، لكن بقيه القديسين والشهداء او بقيه الشهداء بنحتفل بيه يوم الاستشهاد بتاعه، بنعتبر هو ده اليوم الميلاد بتاعه. فكان اللي بيحصل ان في عيد الميلاد بتاعه تجتمع اليه الناس خلاص ويحتفلوا بالقديس ده، فعرفت بالموالد. ويبتدوا يقولوا حاجه اسمها الميمر، ويمكن الميمر الطويله قوي، في ميمر لمريجيركس، في ميمر لبوسيفين. الميمر بيوصل المديحه بتاعته لتقريبا 100 بيت، كل يعني 100 بيت، كل بيت اربع شطرات، يعني اربع اجزاء. يعني كان في مديحه بتقول ايه؟ ميخائيل يا ميخائيل اشفع فينا يا ملاك الله، مديحه تانية جرجس يا روماني اشفع فينا يا روماني، ويبتدي يقولوها بالطريقه على الربابه، ويقعدوا طول الليل يرتلوا او يرنموا للقديس ده بحاجات شعبيه مفهومه، يعني اي حد يقدر ان هو يقطع زي لحن اناول كلامي اللي قلناه اللي عمل ابو سعد لو تيجي للست العذراء عشان يمدحها على اللي عملته معاه. يقول القديس سيدونيوس ابوليرانيوس اسقف كليرمون بفرنسا، وكان عالما وسياسيا وادبيا وشاعرا، ونحن نجتمع معا في مقبره القديس يوستينوس الشهيد، استشهد عام 165 في روما في التذكار السنوي له، حيث يتقاطر الشعب رجالا ونساء باعداد هائله حتى تضيق بهم الكنيسه. في قوانين البابا اثناسيوس الرسولي ومن اجل الشهداء فلتكن اعيادهم باحتفاظ وترتيب عظيم، تعمل لهم اجتماعات ويقيم الشعب الليل كله في التزمير والصلوات والقراءات الطاهره. يعني حتى قوانين الكنيسه او قوانين اللي حطها اباء الكنيسه والقديس اثناسيوس، مش اي حد يعني. يعني واحد عارف ايمان الكنيسه وعقيده الكنيسه ودافع عنها، فلما يجي يقول لي لازم تعملوا تذكارات وتكرموا القديسين والشهداء، فيعتبر يعني امر لازم ننفذه، غير طبعا الاوامر الكتابيه اللي هي من يكرمكم يكرمني. وزي ما احنا فاكرين ان السيد المسيح ما انساش الست او المراه اللي سكبت على الطيب، وقال حيث يكرز بهذا الانجيل هيكرز باللي فعلته دي. فكل ده مستند لاقوال كتابيه واقوال اباء. يقول القديس يوحنا ذابين: فم هوذا قد قلبتم ليلتكم الى نهار وقيامتكم طول الليل ساهرين، فالان لا تحولوا النهار الى ليل بالسكر والانحلال والاغاني الخليعه. يعني كان اللي بيحصل ان هم في الاول كانوا بيعملوا ايه؟ بيروحوا عشان يحتفلوا بالقديس ويقولوا مدايح، واتقلب الوضع بقى ان هم يروحوا ويسكروا ويشربوا. هل ده بيحصل النهارده؟ مش بمعنى اكل وشرب، لكن بيحصل بطريقه تانية. ان الناس راح فين؟ راح مولد مريجيركس، واخد حله المحشي معاه، واخد حله مش عارف ايه، اصل احنا بنجتمع كعيله ونروح نقعد. الاسم ان انا رايح احتفل بعيد مريجيركس، لكن هل انا استفدت من هناك؟ يعني مره خلاص البابا بعتوا له سؤال، قالوا له بيقولوا ان الست العذراء بتظهر في المكان الفلاني واحنا عايزين نروح، وجاي له شكوى من المكان ان خلق الناس من كتر اعدادها التزاحم، ناس اصيبت وناس حصل لها مش عارف ايه، فنروح ولا ما نروحش؟ فقررت خلاصة البابا ان السيد المسيح او جسد دمه موجود علينا عندنا كل يوم على المسبح، والست العذراء ما موجوده معانا في الكنيسه. يعني بنستغرب من حاجه ان احنا بنمشي ورا الست العذراء، حلو ان احنا نروح ونزور وكلام زي كده، لكن يا ترى انت يعني بنفس القوة اللي بتروح بيها عشان تشوف الست العذراء ظهرت فين او عملت معجزة فين، هل انت بقى بتروح الكنيسة عشان تتناول؟ هل بتروح الكنيسة مؤمن ان الست العذراء موجودة جوه الكنيسة؟ لو عندك الايمان ده وبتروح وموظف كل حاجة اعمل اي حاجة بعد كده، لكن في ناس ما بتخش الكنيسة خالص، لكن سمع ان الست العذراء ظهرت في المكان الفلاني يقول لك انا رايح المولد الفلاني. فالقصد ان الحاجة اللي اتعمل الموالد من اجل الاحتفال بالشهداء، الاحتفال ازاي بقى؟ بطريقة روحية، مش بطريقه ان احنا نروح عشان بنجتمع مع بعض مع العيله، مش طريقه ان احنا بنروح
عشان بيبقى فيه في المولد مراجيح ولعب وكلام زي كده، اتغير الهدف الاساسي. فانا لازم وانا رايح في حته اكون عارف انا رايح ليه. فكده اللي اتعرفنا عليه هنا ان كان بيحصل في موارد القديسين ان يجتمعوا حواليه ويقعدوا الليل كله يتلو في الالحان والتسابيح يسبحوا الاله اللي استشهد من اجله هذا القديس. نغمات المدائح العربيه اللي احنا المدائح اللي باللغه العربيه اللي احنا بنقولها. اولا المدائح بنقسمها كده، مدائح عقائديه تشرح احد العقائد الدينيه، زي مثلا مديح بنقول فيها فلنسجد لاسم الثالوث الرب الاله العظيم الواحد في اللاهوت المثلث في الاقانيم. مدائح خاصه بالسيده العذراء والملائكه والشهداء والمعترفين والقديسين تطلى في اعيادهم وتذكارهم وتذكار تدشين الكنائس على اسمائهم. مديح حباشي لتوزيع سائر اعياد العذراء. وخلي بالكم مديح حباشي دي هبسالكم بعد كده لما نيجي نتكلم يعني ايه مديح حباشي، هتلاقيها موجوده في الكتاب. يقول لك مديح حباشي على كذا، يعني ايه حباشي؟ ماذا تعني كلمه حباشي؟ اما نوصل لحاجه معينه هنتكلم فيها، بس خليكم متذكرينها يعني. هباشي. وانا شفت فيها تفسير كتير، يعني حد قال لي كلمه قبطيه تعني هب وفشي معناها على وزن، اي ان المريحه على وزن المريحه السابقه لها. لكن كان ده مستحيل. هنوصل بعد كده نعرف، مساله بسيطه جدا يعني، بس عايز ابحث مش اكتر من كده. مدائح، يبقى كده احنا بنقسم المدائح، في مدائح عقيديه عايزه تعلمنا عقيده. فبتشرح لنا ابدي باسم الثالوث ويبتدي يشرح لنا ايه هو الثالوث وازاي الابن تجسد، يبقى ده مديحه بتشرح لنا عقيده. مديحه ثانيه بتشرح لنا الست العذراء، بتتكلم عن الست العذراء، بتتكلم عن الملائكه، بتتكلم عن المعترفين والقديسين في اعيادهم. مدائح تحتوي على طلبات خاصه من اجل الكنيسه وافرادها. دولي المجد لمن رفع السماوات ونظم الكون بغير شريك وزين الارض بالنباتات. بنتكلم على ربنا وخلقته وبنطلب منه بعد كده ان هو يعني يا رب ارفع غضبك عنا، يعني لينا طلبه في المديحه اللي بنقولها. مدائح للشكر ترتفع فيها القلوب حمدا. اسمعوا يا شعب المسيح اشكروا بفضله واحسانه لان اعطانا جزيل انعام، وبنطلب منها ان احنا بنشكر ربنا على العطايا اللي هو اداها لنا. وبعد كده مدائح للمناسبات الكنسيه كالاصوام والاعياد السيديه وغيرها. بنعمل فيها ايه؟ بنشرح اللي حصل في المناسبه دي، يعني السيد المسيح اتولد، السيد المسيح قام. فبنشرح ايه اللي حصل في المناسبه دي عشان نبقى احنا حاجه مبسطه كده، اللي مش فاهم الالحان ومش فاهم قبطي ومش فاهم كذا، بنيجي في الاخر نقول له ادي مديحه، كلام مبسط وكلام سهل، هنوصل لك بيه العقيده ونوصل لك بيه الايمان ونوصل لك بيه ايه اللي حصل في المناسبه دي عشان ما كنتش كل ده اثر فيك وفهمت الكنيسه بتعمل ايه، هتفهمها هو بحاجات مبسطه اي حد ممكن يفهمها. في حاجه عايز اقولها في المدايح، خدوها قاعده كده، اي مديحه اي مديحه لما تيجي تقولها هتقول الارباع بثلاث طبقات، واحده عاديه، واحده عاليه، واحده واطيه، سواء بقى فريحي، سواء كيهكي، سواء حزين. كمثال مثلا هناخد اول مبدي اسبح الاله، هنقولها مثلا بالطرق يعني. اول مبدي اسبح الاله، اله تعالى لا رب سواه، وامداح مريم البكر الفتى. دي كده العادية. حاجه تانيه، اول ما ابدي اسبح الاله، اله تعالى لا رب سواه، يبقى التانيه عاليه. التالته، اول ما ابدي اسبح الاله، إله تعالى لا رب سواه، وامدح مريم البكر والفا. فالكنيسة برضو حتى في المدايح بتنوع لنا فيه عشان تقول لنا يعني ايه اللي بيسمع يحس في تنوع، مش كله برتم واحد فاللي بيسمع حاجة يمل منه، سواء بقى في الفرايح بنفس الطريقة، في كيهكي بنفس الطريقة. في مدايح بتقال في عشية شهر كهك على قطع الثقوطقية.
أمدح فيك يا بكر بتول يا مريم تي برسينوس. قرب طريق كهك. وفي حاجة اللي هي اسمها الروميو المعقب، اللي هي بننهي آخر شطرة، آخر حاجة في البيت نبتدي بيها أول شطرة في البيت اللي بعديه. هنبقى ناخد مثال عليها، مثال مسموعية. في رفع كل عشية وباكر قبل ختام الزكسروبيات ممكن إن أنا أقول مدايح. في توزيع القداس بعد مزمور التوزيع والمزمور 150 ممكن أقول مدايح. المدايح قسموها نوعين، أدم وواطس، وتجمع نغماتها في ستة طقوس اللي هي اللي إحنا قلناها، الكياكي والصيامي أحاد وصيامي أيام والشعنيني والثانوي والفرايحي. فدي النغمات. بنيجي نلاقي الحزيني ملهاش مدايح، لأن الحزيني بيقع وسط أسبوع الآلام، فالمدايح اللي بتتقال فيه بيبقى ليها طريقة خاصة. يعني عادة معظم المدايح اللي موجودة بتتقال على طريقة اذكرني يا رب، يعني مديحة للوسط اليمين، مديحة بتتقال جوه أسبوع الآلام نفسه، مديحة مش ترانيمة. عشان بس في ناس في كنائس بتقول وحبيبي مثلا ترنيمة، في كنائس بتقول عند الصليب وقفت مريم. حتى عند الصليب بتلاقوها عند الصليب وقفت مريم قريبة من أبي. فهتلاقوها بنفس طريقة قريبة من أبي أو طريقة اذكرني يا رب. المدايح بتتقال بالطريقتين دول في داخل الجمعة العظيمة أو داخل أسبوع الآلام، كان في مدايح موجودة مسلمة داخل الكنيسة. المدايح السنوية توقع على طريقة الزكسروبيات السنوي، مثل المدايح السنوي الشهير اسمها شعب المسيح، وده بيتقال من 20 توت، يعني محددين كمان الأوقات اللي بتقال فيه حسب المناسبات إمتى سنوي، من 20 توت ل 30 هطور، من 7 طوبة ل 10 طوبة، من 14 طوبة إلى ما قبل الأحد الذي يقع فيه رفاع يونان، من فطر يونان إلى رفاع الصوم الكبير في سبت العازر، من 6 أبيب إلى آخر أيام النسيم في صوم السيدة العذراء، في أعياد السيدة العذراء 21 طوبة 21 باقونة 16 مصرة التي تقع في الأيام السنوية. يبقى كل الفترات دي بنستخدم فيها المديحة بنقولها بالطقس السنوي. الطريق الفرايحي يوقع على نغمات الزكسروجيات والإبصاليات والواطس والأضام ومدائح الخمسين، مثال مدح للأحد الثاني من الخمسين. الواطس والأضام اللي هي الأيام، زي ما بنقول في أربع ناقوس في واطس وأضام، فالمدايح نفسها بتتعمل واطس وأضام. يعني الواطس وأضام قد يعمل حاجتين في الكنيسة، قد يعمل يوم وقد يعمل نغمة. لما نيجي نقول مثلا أربع ناقوس مقدمة أربع ناقوس الواطس مقدمة أربع ناقوس الأضام، أنا ما بلاقيش إن نغمة أربع ناقوس بتتغير، فهنا أنا بتكلم عن اليوم. لكن باجي في التسبيحة بقول واطس بقول أضام ألاقي النغمة بتتغير. فهنا بالنسبة اللي يقصده في المديحة، لأن المديحة نفسها نغمتها ما بتتغيرش، فهو أنا يقصد بيسموه توزيعة الهنكات بتاعة الكلمات بتاعتها. يعني كلمة واطس تعني يا إما اليوم يا إما النغمة يا إما حاجة تالتة، هي توزيعة الهنكات أو بيسموه المقاطع. أوصلها إزاي؟ العليقة يعني؟ يعني زي العليقة بس ده في التسبيحة. لكن هنا مثلا لحن زحن في روح يا مريم مثلا، يعني مثلا عندنا لحن في روح يا مريم ولحن أيها الرب، واحد واطس واحد أضام. بالرغم من كده أنا ممكن أقول الاثنين في نفس اليوم في القداس. فهنا واطس وأضام بتعني تقطيعة المقاطع الشعرية على النغم، يعني ليها كده بيسمى الدروب الشعرية. لكن ما تعنيش هنا إن دي أيام، يعني دي أقولها مثلا في أيام ودي في أيام. فواطس وأضام لازم أشوفها تعني إيه. زي ما قلنا أربعة ناقوس واطس وأضام بتعني المقدمة بس اللي بتتغير، لكن نغمة أربعة ناقوس كلها ما بتتغيرش، فهنا واطس وأضام ما بتعنيش النغمة. في التسبيحة تعني الأيام والنغم، بغير اليوم وبغير النغمة، زي ما قلت بتقول العليقة والتانية أضم اللي هي أدم فيما هو حزين. في حاجة تالتة بقى بيقول لي المقاطع الشعرية، يعني لحن افرحي يا مريم ولحن أيها الرب إله القوات. أما بيقسموها كده مقاطع شعرية بيقول على ده إن ده واطس وده أضم، في واحد أطول من واحد، لكن الاتنين بقولهم في نفس اليوم، فواطس وأضم هنا ملهاش علاقة باليوم اللي بتتقال فيه المديحة.
طبعا المديحه الفرايحي متقسمه برضو الايام بتتقال فيها ايه. الطريقه الشعنيني ليها ايام بتتقال فيها، طريقه الصوم الكبير، طريقتي الصوم الكبير. في الصوم الكبير عندي طريقه الايام وطريقه للاحد، بتبقى يعني واحده الاثنين فيهم خشوع، لكن في واحده بتبقى يعني فيها فرح شويه اللي هي طوبى للروح مع المساكين، لكن الثانيه بتاعه الايام بتبقى يعني فيها نسق اكتر وحزن اكتر. في صوم عيد ابائنا الرسل بقولها على طريق اسومنتو كيريو، ده لحن بقول المديحه على طريقته. اسومنتو كيريو الفاعل الامين لا يخزى، فاجرته حقا خير الجزاء. ده في الصوم الكبير. الطرق الحزيني بقى زي ما قلنا يوم الجمعه العظيمه بطريقه قريب مبقي في ختام الساعه 6 من يوم جمعه السرابوت، مديح للوسط اليمين برضو بيتقال على طريقه اذكرني يا رب، او في الساعه 9 من يوم الجمعه العظيمه مديح اخر للوسط اليمين، او مديح بكاء العذراء تحت الصليب اللي هو المجد للاله المعبود المولود من ابن داود ولأجلنا صلبوا اليهود عند الصليب وقفت مريم. في شهر كهك بقى بنلاقي المدايح بتتنوع النغمات بتاعتها، يعني في شهر كهك من اوله حتى ما قبل رفع بخور عشية البرامون وباكر سبت الفرح. أبدي باسم الله القدوس أي الحي الأبدي الديان مخلصنا محي النفوس أجيوسا صاناطس نيران. دي بتتقال في يوم سبت الفرح. وبالنسبة بقى طبعا لشهر كهك، أمدى حاضرة وبتول بمعونتها تكلم بأعلى صوتي وأقول السلام لك يا مريم. طريقة تانية، عجبي يقوم قطع اليوم في باب مختوم ويصابي جواه أصفر يا ليمون أحمر يا بلاح مضحك يا مريم يجلب الفرح سابني حبك يا فخر الرتاب وده موسى رآك يا مريم عجب من عجاب الأنادي الفضاء والصلب دهب يا قبة موسى يا مريم يا شرية هارون. تلاقي المديحة دي أصفر يا ليمون أحمر يا بلح. بصوا هو الطريقة المبسطة اللي بتعمل بيها، يعني الليمون لونه أصفر أهو، لونه أصفر ولا مش أصفر؟ البلح لونه أحمر ولا مش أحمر؟ يعني بيقول لك زي ما أنت ما تقدرش تكذب دول، مش هتقدر تكذب إن مديح العذراء مريم يجلب الفرح. فبيقول لك أصفر يا ليمون أحمر يا بلح مضحك يا مريم يجلب الفرح. بصوا الطريقة المبسطة، سواء الوزن اللي حطه في الشعر والبساطة اللي بيتكلم بيها اللي أي حد يفهمها. سلام لك يا شفيعة وسط حقية السلام أرتل فيك يا مختارة. الطريقة دي كان يعني أنا بقول لكم الطرق، شوفوا تنوعاتها قد إيه اللي بنقولها في الكنيسة. يعني قلنا سلام لك يا شفيعة وسط حقية السلام يا حمامة الوادية، دي طريقة بتقال بيها الصلاة. نيجي بعد كده أرتل فيك يا مختارة، بتتقال النهاردة بطريقة لكن كانوا بيقولوها زمان بطريقة تانية. بيقولوها إزاي؟ أرتل فيك يا مختارة على المضمار والقيثارة يمدح فيك الأب داود على العشرة أوتار. أنا دلوقتي بقول لك أرتل فيك يا مختارة، أرتل فيك على المزمار بالمزمار والقيثارة. لكن الطريقة اللي قلتها لكم دي كانوا بيقولوا فيها اباء الراهبات بتوع ابو سيفين مصر القديمه كانوا بيقولوها بالطريقه دي. مراحمك يا الهي، في مراحمك يا الهي كثيره جدا، مراحمك يا الهي لا يحصى لها عددا. وفي الطريقه اللي هو بشاركها
ما رحمك يا إلهي هي كثيرة جدا. ما رحمك يا إلهي لا يحصى لها عددا. فلنرتل مع داود ونشكر فضل الله لأنه رحمه ودود رحمته إلى الأبد. الله الأزلي قبل الأظهر أرسل ملاكه المختار نجى الفتية من أتون النار. يا ابنة داود كم منك قديم جاب الشر بوجود ابنك في العالم كم منك موجود. كل الطغمات السمائية وعساكرني أنجيلوس يصحون بأصوات شاقية. وفي بقى خروزة أول آية في الإنجيل عرسي كان في قنا الجليل حول الماء خمرا جزيل. ماشي في يام إبراهيمين يام إبراهيمين يا ست العقار قد نلت تعظيم من نور الأنوار. أنا بحاول أعدك شوف كيسة بتقول كم يعني كم نغمة. طب ليه ما تقوله نغمة واحدة وخلاص؟ مفيش حد بيعمل كل ده. لكن الكنيسة بتقول لك أنا مش عايزك أنت تمل ومش عايزة ربنا يمل منك إن أنت بتطلب كله بنفس الطريقة. أنا عايزك تنوع تستعطفه تجيله من هنا وتجيله من هنا. بالإضافة بقى المداح إيه؟ مثلا قداسة البابا شنودة طبعا كان لأنه كان شاعر وكان بيحب جدا الأب أنطونيوس عمل بديحة في كنيسة الأبكار. هو اللي ألف الكلمات بتاعتها وابتدت تدخل خلال شهر كيهك. احنا بنقول مديحة ماكسيموس والمديوس وبعد كده لما ابتدى يتعمل حاجات فدخلت مديحة في كنيسة الأبكار إنها تتقال. وطبعا يعني من المداح القوية جدا للناس بتحبها ويمكن خلت ناس كتير تحب الرهبنة. يعني المديحة بيقول فيها إيه؟ في كنيسة الأبكار في مجمع الأطهار قائم بكل وقار بنيوت أبا أنطونيوس نفر الذهب والمال أمامك على الجبال يضوي بين الرمال بنيوت. فتخلي الناس يعني ايه اللي حصل؟ باختك ذكروك اتوك باذاهم لتخفي رؤياهم. يعني حست ناس كتيره على الرهبنه طبعا. ومديح ماكسيموس ومديوس المديحه الطويله اللي يعني الناس تبقى واقفه مش حاسه بالوقت ومش عايزاها تخلص. في وزن تاني اللي هو السلام لك يا مريم السلام لك يا مريم يا يمامة جليلة تصيح لنا سر معظم صوتها مبهج وفرح. السلام للمخلوقة وخلقها هو جننها وهي بيد مبدوعة وولدك صبي منها. مديح توسيع برامون البلاد اللي قلنا عليه أنا أول كلامي وصيح السلام لفاخر الأناني وبادر التمام. أنا ألقي اهتمامي بطول الدوام على البكر مريم بها واستجير وأبيح وتكلم بما في الضمير. خلوا بالكم اللحن ده غريب ليه؟ لأنه خمس أجزاء كل المدايح تبقى أربعة لكن اللحن ده خمس شطرات. خلاف ما تقدم توجد مدائح وتراتيل لها نغمات خاصه تعلم بالتلقين كما انه توجد ترانيم لها طرق خاصه تقال في التوزيع في بعض المناسبات الكنسيه مثل ترنيمه ان فادينا دعانا. ان فادينا دعانا كلنا نحيا به. ترنيمه ثانيه اللي هي بنقولها كنيستي دي بتقال طبعا في اول شهر توت تذكيرا لنا بالشهداء والكنيسه وقوه الكنيسه.
فبنقول كنيستي أرجوك من عزة الإله. كنيستي أرجو لك من عزة الإله، خلاص كل الشعب يا سفينة النجاة. ليل العشاء سري، ليل العشاء سري، أخذ خبزا وقصار وقال هذا جسدي. طبعا تقف في خميس العهد. وحبيبي وحبيبي أي حال أنت في. في بعض الكنائس بتقولها يوم الجمعة العظيمة. مديح حصاننا يا ابن داود بيتقال في الأيام السنوية في التوزيع، وبيتقال في حد الشعانين. أوصانا يا ابن داود يا من أبحثنا بالجود وأعطانا إرس الخلود. أوصانا في يا بيعتان مطهرة وبالمسيح مظهرة، وكان في مديح بس أنا مش متذكره قوي، كان بيقوله أحد المعلمين يعني، كان اسمه جزانة في السماء، يمكن تسمونا يفتكروا. ننال ننال جزانا في السماء، تذكر كلامك يا بقوله كده، حيث البهائم في عالم الفناء. وفي ترجمة أو مديحة بتقال بتتقال في توزيع الأربعين. طبعا في مديحة بتتقال بتخلي الناس يعني تبقى مش طايقة تقف في القداس، اللي هي أيها الراحل عنا إن نبغي الوداع، كنت يوما بيننا. ف الناس الأربعين بيبقوا خلاص يعني احنا مصدقنا هدينا، فما تجوش ترجعوا علينا الاحزان دي. ففي ترنيمة تانية كانت منتشرة بتتقال في الكنائس، تحسس الناس يعني ده انا نفسي اموت دلوقتي. فبيقول ايه؟ السما هي وطني، السما دي مسكاني، ماليش انا وطن هنا، دياري انا هي السما، ماليش انا وطن هنا، دياري انا هي السما، ما فيهاش حد بيتألم، ما فيهاش بكا وانين، ده جميع من فيها بيرنم والكل بها فرحين، فيها الأفراح في كل حين، في كل حين دوما وإلى أبد الأبدين، أبد الأبدين. ما فيهاش ليل ولا ظلام، ما فيهاش ليل ولا ظلام، دي سراجها الرب يسوع ربي ورئيس الأنام، فيها الحياة طهر وعفاف. فبيتكلم عن السماء عبارة عن ايه؟ يعني واحد كان تعبان في مستشفى وجاله مرض مثلا زي السرطان وتعذب كذا سنة، فهو دلوقتي استريح عن اللي كان فيه، فبتعزي الناس في 40 او الثالث او المناسبة اللي بتقال فيها الترنيمة دي. وكان في متى تقصية الحاجات دي؟ يعني احنا لما نيجي نقولها دلوقتي تبقى تقصية يعني؟ موجودة اصلا في كتب، يعني مثلا النفادينة موجودة في كتاب المدايح بتاع الكنيسة، فالحاجات دي مش يعني في حاجات تانية
هي عبارة عن ترانيم أو حاجات وأدخلت، يعني ابتدى ناس تقول، لكن في حاجات كانت موجودة أصلا في الكتب بتاعت المدايح، لكن طبعا مش كل المدايح اللي وجدت في المخطوطات اتنقلت للكتب. فلما بندور بنلاقي في المخطوطات حاجات، ولما بنسأل بقى مع اللف بتلاقي مثلا حاجات بتتقال. يعني المعلم توفيق كان مسجل مديح اسمه اه يا نائل، بيتقال يعني بيتقال في سبت، يعني في ناس كانت بتقوله في سبت الفرح، اه يا نائم اه يا نائم اه يا نائم في القبور انت حي ولا ميت، انت حي لا تموت. وبيتكلم يقول له ايه، يا لعازر تعال وانظر هذا الامر اللي كان، ده يسوع اللي اقامك، كلام ده المسيح اللي اقامك في القبر دلوقتي. في مديحه تانية كان عملها نيافه الانبا اثناسيوس المتنيح اسقف بني سويف، كانت بتتقال بعد قرايه سفر الرؤيا، أورشليم السمائية بحجارة كريمة مبنية، أورشليم السمائية اثنا عشر اساس. كان اثناء ما هم بيرسموا بالزيت الشمامسه بيرتلوها هم يعني هم موجودين في الكنيسه. فزي ما بقول كده ان كان في تراث، يعني زي ما دخل تراث الحان كان في تراث برضو مدايح دخلت نتيجه عمل الموالد بتاعت القديسين، او ان توارثوه كل مكان توارث حاجه خاصه بيه، ومع الانتشار ابتدى ينتقل، او مع التسجيلات دلوقتي لما ابتدت تبقى متاحه والمخطوطات لما ابتدت يكشف عنها شويه، ابتدينا نلاقي مدايح ما كناش نعرفها. وبنسال طبعا في معلمين كبار كانوا حافظين، يعني كان في مديحه بتتقال في الاكليل، ودي انا ممكن اسمعها لكم هنا بصوت المعلم صادق، اسمها اليوم بالتكليل عيد، يا تقريبا يا بلبل الهنا غني النشيد. فدي كان الافراح لما بتتعمل الفرح والناس بتسلم، يعني بيسلموا على العريس والعروسه بدل ما يقفوا ساكتين ويحصل هرجله في الكنيسه، كان بيفضل ان يتقال حاجه عشان الناس تفضل فاهمه انها في الكنيسه، يعني خلوا بالكم انتوا لسه المكان، ما تنسوش ان انتوا موجودين في الكنيسه. حاول نشغلها. اظن يعني انا اديتكم امثله كتيره عشان تعرفوا الكنيسه كان ممكن تقول لحن واحد او يعني طريقه واحده تقول بيها كل المدايح، لكن ده مش هدف الكنيسه. هدف الكنيسه ان انت تقف قدام ربنا، ويعني زي ما بقول كده تتحنن له بكل الطرق، يعني يا رب عايزك تغفر لي خطيئتي. تقريبا مش موجوده هنا، بس عايز اسمعكم يعني برضو ما اننا فتحنا يعني الترانيم اللي كان بيسجلها المعلمين، شوفوا الترانيم ازاي كانت زمان قويه، يعني مش اي ترانيم بتقولها الكنيسه يعني، لكن ترانيم بتعبر عن ايمانها، مثلا ترانيمه زي كده.
ده كده مثل تاني ان حتى الترانيم اللي كانت بتستخدمها الكنيسة واللي اتسلمت لنا واللي فقدنا ان احنا يعني نهتم بان احنا نتوارثها ونقولها، هي كانت ترانيم تعليمية عقائدية. يعني الترانيم انتوا سامعينها دي نلاقي الناس الكبار كانوا حافظينها، لكن ابتدينا نلجأ لترانيم هشة موجودة او نلتجأ لترانيم طوائف تانية وندخلها الكنيسة ونقول ما هي ما فيهاش غلط، هي ما بتتكلمش عن حد، لكن هي ما فيهاش حاجة عن القديسين. يعني ما في حاجات ممكن انقلها من مكان تاني واقول لك ما فيهاش غلط، هي ايه المشكلة؟ بلاش، ده في مشكلة تانية. ساعات حد يقتبس ترنيمة حلوة بس من مثلا من شريط تبع طائفة تانية، بقية الشريط في حاجات لا تتفق مع العقيدة الأرثوذكسية، فانت لما تيجي تدي الترنيمة دي انت بتديها بسلامة نية وما فيهاش حاجة غلط. لكن في ولد الله، طب ما دي متاخده من الشريط، طالما انتوا خدتوا حاجه من الشريط يبقى انتوا معترفين بالشريط ده، يبقى انتوا موافقين عليه، فاخد بقى بقيه الحاجه منه. فلما احفظ الحان كنيستي واعرف حتى الترانيم، يعني الترانيم هديكوا امثله شويه كده، الترانيم كانت ترانيم تعليميه، انا عايز اعلم ولادي في الكنيسه، فاجي اقول له مثلا ايه احنا كلنا ملايكة، كلنا نعمة وكلنا بركة، ندخل بشوش في الكنيسة من غير دوشة ومن غير هيصة، صوتنا واطي واطي واطي، اصل بابا يسوع شايفنا. فاهمين بعلمه ازاي اطفال؟ باجي ترنيمة تانية اقول له انا عايز اعلمك على الصليب، الصليب ده مش حاجة هينة، يعني قول له سلاح عجيب سلاح رهيب هو علامة الصليب، قبل ما نام في كل يوم أرسم علامة الصليب، وتو ما أصحى أوام أرسم علامة الصليب، قبل الدخول قبل الخروج أرسم علامة الصليب، قبل النزول قبل الطلوع أرسم علامة الصليب. علمته يعني إيه صليب؟ شفت القربانة حلوة ومليانة فيها رسم وفيها صليب، حلوة القربانة نزور العيان نديله قربان وندي اللي مجاش كمان، حلوة القربانة. فاهمين؟ هدف الكنيسة كان هدف تعليمي، سواء هتقول ألحان سواء هتقول ترانيم، أنا هدفي تخرج بحاجة، إن أنت اتعلمت حاجة، اتعلمت العقيدة، اتعلمت حاجة في كنيستك، إزاي أحترم الكنيسة، إزاي أحترم آباء الكنيسة، إزاي أتعلم الطاعة. كان في هدف تعليمي من كل حاجة بتديها الكنيسة، درس مدارس الأحد عايز أعلمك منه حاجة. لكن لو أنا هديك حاجة لمجرد أشغل بيها وقت وتطلع ما أنتش ما استفدتش حاجة وما اتعلمتش حاجة، مش ده الهدف اللي احنا عايزينه. احنا امبارح اتكلمنا عن المعلمين، خدنا دور دكتور راجل مفتاح في سؤال قبل الموضوع المعلمين، في نقطه جدال دايما بان المدايح تتقال وقت توزيع الاصلاح، ساعات ناس تقول المدايح القديسين اوكي، لا ساعات ناس تقول لا كل المديحه بتتكلم على المسيح بس، هل في راي في الحته دي؟ هو يعني اللي يفضل ان اثناء ما ابونا ما زال ابونا بيناول الجسد والدم، يعني ابونا لسه شغال في التناول، ان يفضل ان يتقال الحاجات اللي تخص التناول، ده يفضل. لكن طبعا ما بيبقاش في وقت زياده بعد ما ابونا بيخلص، يعني لو استنيت يبقى كده ابونا مش ناقص ان هو يعني يغسل الاواني وينشفها، او كان في اب كاهن تاني هيشترك معاه في الموضوع ده ورش الميه، فالوقت بيبقى قليل. طب انا النهارده عندي مثلا عيد السبت العذراء، الناس طول القداس معظم الكنيسه لو قلت الحان هتقول الحان بالقبطي، فبقى عايز اوصل لهم ان العيد ده ايه مناسبته، سواء عيد سيدي او سواء طبعا عيد سيدي يبقى كده كله بيتكلم عن المناسبه، ما هو انت برضه في العيد السيدي لما بتقول المديحه ما بتتكلمش عن التناول، يعني رب المجد دعي ولدا وإله الآلهة سارة ابنا، احنا بنتكلم عن المناسبة نفسها ما بتتكلمش على التناول. فيفضل ان هو يعني في ناس بتفضل ان طول ما ابونا بيناول بيدي الجسد والدم اقول حاجة تخص الجسد والدم، بي اويك اقول
اقول مثلا ان فدينا دعانا، دي من ضمن الحاجات اللي موجوده جوه كتب المدايح نفسها. وزي ما بقول كتب المدايح، اللي حصل ان عشان برضه فاهمين كتب المدايح دي جت منين، في كتاب كان اسمه الدره الثمينه او الدره حاجه في المدايح الربيه حاجه زي كده، ده ظهر في عصر البابا كيرلس الخامس. فهو كان بيقول المدايح وايه النغمات وتتركب على ايه، كان كاتب في معظم المدايح كده. لما جه المعلم فرج عبد المسيح لقى مدايح تانية، وهو عمل مدايح فجمعوه كلها في كتاب واحد اللي هو اسمه الدره الارثوذكسيه او الدره الارثوذكسيه، هو في المدايح الكنسيه ده اللي هو منتشر في معظم الكنائس دلوقتي. لكن كان في مدايح تانية، في مدايح اللي بتتقال على وزن السلام لك يا مريم، وفي مدايح بتتقال بالطريقه اللي هي اسمها شعب المسيح وكده. فظهرت كتب تانية وابتدت تاخد شويه من المخطوطات، شويه حد لقى حاجه هنا حاجه لقى هنا، شويه ابتدت كل كنيسه تعمل كتب تماجيد. انا النهارده في كنيستي مثلا الشافعي بتاع القديس تيموساوس، فانا في كنيستي قعدت ادور في المخطوطات او عملنا له، ما لقيناش حاجه عملنا له احنا حاجه. فابتدينا ننشر كتب فيها المدايح دي والتماجيد دي. فالنهارده الناس جايه لك يوم الجمعه في الكنيسه مش هتشوفهم تاني، عايز تقول لهم النهارده عيد القديس فلان، تشرح لهم بقى قصه حياته، تشرحها امتى؟ لو استنيت للاخر مش هلحق اقول المديحه كلها. فبقول شويه في الاول حاجات تخص التناول وبعد كده اخش في المديحه. لكن يفضل طبعا ان هو لازم يحس اللي موجودين ان الوقت ده جسد ودم السيد المسيح بيتاخد، فاي حاجه تتقال تكون تخص الموضوع ده في الاول. لكن ما فيش طبعا حد حسم الموضوع ولا لا. يعني في اسئله تاني؟ طيب زي ما قلنا امبارح اتكلمنا عن دور دكتور راغب مفتاح وازاي قدر يحافظ لنا على الالحان، واتكلمنا على المعلم ميخائيل وليه بنعتبره هو المصدر المرجعي، وقد ايه الراجل ده تعب في تسليم الالحان لغايه اخر يعني اخر يوم في عمره لما اتوفى او تنيح فجر الخميس العهد. هنكمل كلام عن المعلمين، وهنتكلم عن معلم يعتبر من كبار المعلمين في الكنيسة وهو المعلم توفيق. المعلم توفيق كان صوته جبار. أنا ممكن نسمع حاجة كده بس تعرفوا على صوته قبل ما نتكلم عليه. ولاحظوا برضو هحاول أشغل لكم حاجة فيديو عشان تشوفوا كان لما كان بيرتل كان بيعمل إيه. مثلا تمثيلية الأيام عشان حاسسنا حاجة يعني انتوا عارفينها وبتسمعوها كتير. Thank you.
نص اللون تعبان. عضلة. نسجل الرياء الفرائي التي تقام في التوزيع. ده كده المعلم توفيق هو كان من دير المحرق، ولو تلاحظوا ان كان في معظم الالحان اللي لما شفناها دلوقتي كان بيحط ايده على ودنه. هو بيحط ايده على ودنه ليه؟ كان في طريقه بيتبعوها، ودي يمكن تشوفوها في المؤذنين في مصر، ان هو يحط ايده كده الاثنين خلاص ويسد ودنه. هو لما يسد ودنه بيركز انه ما يسمعش حاجه من بره، وفي نفس الوقت يراجع مع نفسه جوه، وبالذات مع لان المعلم كان كفيف يعني، هو كان بيدخل، ودي طريقه على فكره مصر القديمه برده، كان بيدخل صباعه جوه ودنه بحيث انه يقفل ودنه خالص، بس مش حاجه من بره، ويركز في اللي هو بيقوله، محدش يلخبطه، محدش يقول له حاجه. عشان كده لو كان حد قال له مثلا يا معلم استنى، طب انت مفيش، هو مش معايا اصلا، هو مركز في الحاجه اللي بيقولها. ف بالرغم المعلم توفيق كان كفيف، زي ما قلنا ان كان في حركات بيعملها المعلم خيلناها على المعابد المصريه القديمه، برضو طريقه حط الصباع في الودن دي، او طريقه ان انا اقفل الودن عشان اقدر ان انا اركز في اللحن اللي انا بقوله، دي كانت موجوده عند المعلم توفيق. ايه مين هو بقى المعلم توفيق؟ المعلم توفيق ولد في رزقة الدير، بلدة رزقة الدير المحرق، مركز القصية، محافظة أسيوط، في 12 يونيو عام 1917. دخل الكتاب وهو صغير وتعلم فيه المزامير، لكنه لم يتعلم التسبحة، فقرر أخوه الذي كان يعمل في سوهاج أن يأخذه معه، فذهب إلى هناك وأقام بمطرانية سوهاج، وتعلم كل ما استطاع أن يأخذه من الألحان والتسبحة والأبروسات والمردات والمزامير على يد معلم يسمى أغابيوس، ثم جاء إلى الدير المحرق عام 1931. كان رئيس الدير المحرق قد أرسل أحد الآباء إلى مصر وهو أبونا جورجيوس ليستلم الألحان من المعلم خائيل الكبير ليأتي ويسلمها لآباء الدير. فعندما جاء المعلم توفيق للدير تسلم ما قد سلمه أبونا جورجيوس، يعني الدير بعت واحد يستلم المعلم خائيل ويجي يسلمه في الدير. ولما دخل المعلم توفيق كان حافظ بعض ألحان من معلم اسمه أغابيوس، فابتدى يستلم كمان بقية الألحان اللي منقولة من المعلم مخائيل، هذا بالإضافة لمحافظة من كبار الآباء بالدير. وقد زار المعلم مخائيل الدير المحرق مع أبونا سيداروس رئيس الدير في هذا الوقت، فاستلم منه المعلم توفيق بعض الألحان، منها إن ثوتن زي جي أف صاجي، فلوجي مينوس الكبيرة، السنجاري، تشوري الحزين الكبيرة أو يعرف تشوري الصعيد يعني، تشوري الحزين. في عام 1952 تقريبا زار المعلم مخائيل الدير مرة أخرى، فاستلم منه المعلم توفيق الآل الكبير اللي هي قال التوزيع الفرايحي، وتوين هيكانوس الكبيرة، طرح الفعلة، إيفول هيتم ماريا الكبير، كما ثبت منه لحن قطاني خرس الحجاب. لحن قطاني خرس الحجاب ده لحن بيتقال بنقوله يعني قدام حجاب الهيكل، فعرف بقاطع الحجاب أو اللحن اللي بيقار قدام حجاب الهيكل. طبعا اللحن ده احنا بنقوله قبل ما بنعمل تمثيلية القيامة، فبيكون الحجاب مقفول فعرف بلحن الحجاب. بعد ذلك كان المعلم توفيق يذهب إلى المعلم مخائيل في الإسكندرية، وقد حفظ منه هناك بعض الألحان، منها هيتل برزبية الكبيرة، إميبنوتي بيلوغوس، مرد المزمور الملخص، كما كان يذهب إليه في القاهرة ليحفظ الألحان منه. وكان المعلم مخائيل يعطيه حصة خاصة له وحده، وقد وجده سريع الحفظ وكان يريد أن يبقيه معه في القاهرة. يعني المعلم خائيل لما لقاه شاطر كده وبيحفظ كان عايز يخليه معاه، زي ما معايا المعلم فرج والمعلم صادق، احنا بنحاول ناخد مين الأساسيات، يعني المعلم خائيل رأسا، مين الجيل التاني اللي بعديه، عشان لما يجي نقول مصادر الكنيسة ايه فنقول دول المصادر بتاعتنا، الباقي كلهم استلموا منهم، فمفروض ان يقولوا بنفس طريقته. يعني المعلم خائيل سلم
ده الجيل اللي استلم المعلم مخائيل وسجل بالشكل الفلاني، فالجيل اللي بعد كده لازم ياخد من دول. لو في اي تغيير ما نقدرش نقول عليه احنا كده تسلسل لتسليم التراث، هنقول ان هو كده حافظين الحان لكن مش بتسلسل تراثي. قد جاء المعلم توفيق الى القاهره لاستلام بعض الالحان عام 1950، الا انه لم يسترك في هذه المره نظرا لمضايقه بعض المعلمين له، الا انه جاء مره اخرى عام 1952 لاستلام القداس الغريغوري مع كثير من كبار المعلمين في ذلك الوقت. وقد سلم المعلم توفيق في الدير المحرق كثير من الطلبه والكهنه والرهبان والاساقفه الذين منهم على سبيل المثال الحصر نيافه الانبا غريغوريوس اسقف البحث العلمي، الانبا اسطفانوس المتنيح اسقف الخرطوم، الانبا ماكسيموس الكبير اسقف القليوبيه، الانبا انطونيوس اسقف سوهاج، الانبا بطرس اسقف اخميم، الانبا اغابيوس الثاني اسقف طيروت. الاسامي اللي احنا بنقولها دي يعني ناس قامات كبيره في الكنيسه استلموا الالحان من المعلم توفيق. كما تتلمذ على الشرائط المسجله بصوت الكثير من الشمامسه في الكنائس المختلفه. كما قام بتسليم خرص معهد الدراسات القبطيه في اواخر الخمسينات تقريبا 1984، ومن الالحان التي سلمها للخرص السنجاري سوتن زين فلوجيمينوس عديد من الالحان. يتميز المعلم توفيق بوضوح حزاته وحسن ادائه. المعلم توفيق لما تلاقوه بيتكلم كده تلاقوه في كلامه العادي هو بيزعق. ليه؟ الكلام اللي قلناه قبل كده ان هو كان من الزمن اللي ما فيهوش مايكات، اللي كان لازم يعلي حسه عشان الناس تسمع في الكنيسه. فاصبح ده وهو بيتكلم الكلام العادي هو صوته عالي. رسم اغنسطس، رسم المعلم اغنسطس على يد الانبا بخوميوس الاول اسقف دير المحرق في عيد القيامه 1925. كما رسم ارشيدياكون في الدير على يد الانبا اغاثون عام 1976. يقول المعلم توفيق، ركزوا في كلامه، بان هناك الحان صعيدي من بدء الالحان، والحان بحيري من بدء الالحان، والحان اسكندراني من بدء الالحان، والحان تاثرت باللهجه في كل محافظه. خلوا بالكم ان اللكنه، يعني زي مثلا انتوا هنا في امريكا اللكنه بتاعت المنطقه، لو انا مثلا في سياتل ورحت نيويورك هلاقي في لكنه مختلفه، لو انا في الهند في بلد معينه ورحت بلد ثانيه هلاقي ان هم حافظين نفس الكلام بس اللكنه مختلفه. فتسليم اللحن بيتاثر في كل مكان باللكنه بتاعته. مثلا اقولها لكم ازاي. مثلا احنا كمصريين لما يجي واحد اسم اول واحد موحد القطرين الملك مينا اسمه بهيروغليفي اسمه عحا، خلاص. فما تيجي تقول لواحد اجنبي تقول له عحا، انت كمصري تقول له ايه؟ عحا. هو يقولها لك ايه؟ انا. ليه؟ لا عنده العين ولا عنده الحا. فانت قد تقول حاجه بس اللي قدامك ما يعرفش يقولها. زي مثلا احنا بنقول سجق، في اماكن يقول عليه سدق، الجيم بقت دال، ونفس الكلام في اللغه القبطيه. يعني في حاجات في اللغه القبطيه في حرف مثلا الناس تنطقه جيم والناس تنطقه ثانيه دال. فالتاثير ده بتاع المكان بيأثر على اللحن. طريقه تلاوه اللحن تلاقوا بتوع الاقصر واسوان بينطقوا الكلمات بسرعه غير بتوع القاهره. ففي ادائه للحن هتلاقيه ان هو بيقوله بسرعه شويه حتى لو مستلم. فده معناه ان انا لو احنا اتنين مستلمين نفس اللحن وانت رحت قعدت في مكان وانا قعدت في مكان، اللحن مع الوقت لو مفيش تسجيل اللي سجله دكتور راغب مفتاح، اللحن هيبتدي يرجع تاني يتغير. ليه؟ بطبيعه اللحنه، بطبيعه الصوت، بطبيعه انه ده عارف يجيب هزه وده مش عارف يجيب هزه، هتتغير الالحان. لكن كل ما بنيجي يحصل تغيير انا عندي كده سورس برجع له، ارجع لتسجيلات دكتور راغب، تسجيلات صوت المعلم مخائيل، تسجيلات تلاميذ المعلم مخائيل. فكده صعب ان حد يخرج او يشت بعيد عن اللي سلموه الاباء دول. يهتم بان يكون معلم الكنيسه قويا في الالحان ليشجع الشعب على حبها وحفظها وتلاوتها. كما انه يقول ان اسلوب اداء اللحن هو الذي يجعل الشعب اما ان يحبها ويسعى لحفظها او يكرهها ويبتعد عنها. طبعا من اهم الاباء اللي تتلمذوا كانوا مع المعلم توفيق هو ابونا اشعيا المحرقي. وابونا اشعيا من الناس اللي حافظه الحان بقوه يعني، وهو ربنا مديله موهبه صوت جميل ومديله اتضاع، فقدر يكمل مسيره المعلم توفيق في نشر الالحان اللي حفظها. وهي ضربه المعلم دي او يعني وظيفه المعلم دي ظهرت امتى؟ يعني من الكنيسه الاولى ما كانش فيه
الكنيسه هي رتبه المعلم معروف ان هو الرتبه الاولى اللي هي الابسطوس يعني مرتل. ابن كابر ذكر في الموسوعه بتاعته في القرن ال 14 ان في رتبه اسمها الارشي ابسطوس اللي هي كبير مرتلين او رئيس مرتلين، ويمكن يعني حاولوا ان هم يحيوها ان ناس بعد ما تاخد مرتل ممكن اديله عشان هو ليه في الالحان وكده، فبدل ما اديله الرتب الكنسيه اللي هي يبقى دياكون وابدياكون، لا انا اديله رتبه ارشي ابسطوس، يبقى ده يعني انت اللي ماسك الترتيل. معروف كده ان الشماث اللي هو الارشي دياكون حسب ما اتقال عليه في القوانين ان هو راعي الطقوس في الكنيسه، هو اللي يرعى الطقوس، هو اللي يسلم ويتابع، لدرجه ان ما اتقالش ان الكهنه وعين الاسقف، اتقال ان الارشي دياكون هو عين الاسقف في الكنيسه، والارشي دياكون يمسك عصايه زي الاسقف. فرتبه الارشي بسلطس هي ان مجموعه مرتلين اجتمعوا فعايزين حد يقودهم فيكون بيتميز عنهم في الاداء، حافظ افضل واحد بيعرف يجيب طبقات، فمن هنا ظهرت رتبه الارشي بسلطس اللي هو يقود المجموعه دي. لكن الرتبه ذكرت في القرن ال 14 ذكرت، هل موجوده بقى من قبل كده امتى؟ ما مش عارف. المعلم توفيق خدوه عملوا دراسة على صوته على الحنجرة بتاعته، لقوا انها 9 أضعاف قوة من حنجرة أم كلثوم. يعني خدوه كده على مكن، جابوا مكن وخدوه جامعة عين شمس وجموا على من بره وابتدوا يقيسوا قوة الصوت اللي خارجة من الحنجرة بتاعته، لقوها 9 أضعاف. المعلم توفيق ما كانش ألحان بس، كان زي المعلمين اللي اتكلمنا عنهم، وما جينا نقول ان المعلم اتعرف بالعريف او المعلم، لان كان ليه دور تاني هو تعليم الناس او مكان في الكنيسه في الكتاب ان يعلم الحساب وقلوب الكنيسه واللاهوت. المعلم توفيق لما كنت تساله في اي حاجه لاهوت عقيده كتاب مقدس تلاقي ان هو موسوعه، ومش دول بس، كان عارف حاجات عامه كمان، يعني قاري الشعراء وقاري الادباء، فهو كان انسان يعني يعتبر كلمه معلم دي ما تقالش على اي حد، قال على ناس زي ده زي كده زي المعلم توفيق. حتى لو كان دور الشخص ان هو بيعلم في الكنيسه او انه خريج معهد ديديموس مرتل، لكن لما نيجي نقارنه بالمعلمين دول اللي كانوا يعني يعرفوا قلوب الكنيسه وتاريخ الكنيسه واباء الكنيسه وبطاقه الكنيسه، فهم كانوا موسوعه. المعلم توفيق لما كان دكتور راغب اللي احنا اتكلمنا عنه كان بيتصل بيه بالتليفون، كان يقوم يقف وهو بيكلمه برغم ان الاثنين يعني بيتصل بالتليفون، يقوم يقف يقول له، ما كانش يقول له يا دكتور راغب، كان يقول له يا بيه، ايوه يا بيه، انت تامرنا واحنا ننفذ. يا معلم توفيق للدرجه دي؟ لما كنا نساله نقول له ايه رايك في المعلم مخائيل؟ كان يقول لنا اي معلم مننا قصاد المعلم مخائيل ما يعتبرش معلم. وفعلا المعلم مخائيل من الكتابات اللي كتبت عنه كان شخصيه جباره في الحفظ، جباره في التسليم، ضحى بوقته كله من اجل الكنيسه وتسليم الالحان. شخصيه تانية وهي من تلاميذ المعلم مخائيل وهو المعلم فرج عبد المسيح، معلم كنيسه العذراء رود الفرج. وفي قصه المعلم فرج هنتعلم منه حاجات. يعني انا بقول قصص دي مش عشان اولا طبعا اكراما ليهم لانهم حافظونا على الحان الكنيسه، ولان هم من المراجع الاساسيه فلازم نعرف هم مين، وليه اعتبرناهم مرجع اساسي في الكنيسه في الالحان. والنقطه الثالثه لان في تعاملاتهم في حياتهم احنا نتعلم منها، ناخد حاجات كده ونتعلمها. المعلم فرج اتولد في 21 ديسمبر 1921 في قريه زاويه النعوره مركز شبين الكم بالمنوفيه، وكان وهو صغير يعاني من الم في عينه مما جعل خاله فرج القمص ايوب الذي كان معلما في كتاب كنيسه بيرما يطلب منه ان ياتي اليه ليتولى هو تعليم الالحان والتسبحه ليصبح معلما في يوم من الايام. وفعلا ذهب المعلم فرج الى بيرما واقام هناك لمده 4 سنوات، الا انه خلال هذه الفتره لم يكن عنده ميل لحفظ الالحان، وكان خاله يرغمه على حفظها، فحافظ على يديه المزامير وتسبيحه السبت والزكسولوجيات. وبعد هذه المده اخبر المعلم فرج خاله بانه لن يستطيع ان يحفظ اكثر من ذلك وانه سيعود مره اخرى الى بلدته زاويه النعور. بعد عودته من بيرما عرض عليه ابن عمه ابونا تدرس عطله كاهن كنيسه مرجرجس بالبلده ان يسعى له في دخول الاكليريكيه، ثم عرض الامر على الاستاذ حبيب جرجس الذي وافق بعد الحاح شديد منه لان السنه الدراسيه كانت في نهايتها.
كما قابل أبونا تدرس المعلم مخائيل جرجس وأوصى عليه، واتضح أن هناك سابق معرفة بالمعلم مخائيل وأسرة المعلم فرج. وبالفعل التحق المعلم فرج بإكليريكية مهمشة، معهد العرفاء حسب ما كان بيسمى وقتها، وكان ذلك نحو 1936. ونظرا لدخوله المتأخر في هذه السنة، فقد طلب من معلم آخر أقدم منه في الدراسة يسمى فرح أن يقوم بتحفيظ ما فاته من الألحان. ولأن المعلم مخائيل هو الذي كان يدرس الألحان له، ونظرا لحسن أدائه في التلقين ووضوح نبرات صوته، أصبحت الألحان عنده كالماء. يعني لما الأول ما كانش لنفسه يحفظ الألحان، واللي قلناه امبارح إن كتير من سبب بعض الأشخاص من الكنيسة أو من حفظ الألحان بيرجع للي بيحفظ الألحان. مش كل واحد حافظ لحن يعرف يحفظ اللحن، دي موهبة من عند ربنا. وكثير زي ما قلنا امبارح الكلمة اللي قالها المعلم مخائيل، كثيرا ما يكون فشل التلميذ نتيجة للسبب اللي فشل المعلم في تلقينه للحن. انت مش عارف تقول له اللحن صح، مش عارف تبسطه له، بتديله زي البرامج التعليميه، فبيزهق ويمل منك فمش عايز يحفظ. فالمشكله مش في الطالب، المشكله في اللي بيحفظ اللحن للطالب. فحفظ الالحان وزادت قابليته لحفظها بعد ان كان يتهرب منها في بيرما، وقد تخرج من الكليه الاغريقيه عام 1941 ميلاديه. خدم المعلم فرج كمعلم بكنيسة العذراء عياد بيك بشبرا في نفس عام تخرجه، ومكث بها لمدة 5 أو 6 أشهر. بعد ذلك جاء كاهن من عزبة قليني باشا بمغاغة إلى المعلم مخائيل، وطلب منه معلم مبصر ليساعده في القراءة والخدمة والتعليم نظرا لعدم وجود معلم بالكنيسة. فأمر المعلم مخائيل بأن يذهب المعلم فرج لهذه الكنيسة، وبعد مرور أسبوع من وجوده بها إذ به يقابل رجلا مسنا جاء إليه وأعلمه أنه معلم هذه الكنيسة من سنوات طويلة، ونتيجة خلاف قد حدث بينه وبين الأب الكاهن فقد طرده منها وذهب ليأتي بمعلم آخر ليحل محله. فلما علم المعلم فرج بذلك عرفه أنه لم يكن يعلم بوجود معلم للكنيسة، وأنه لن يصلي بها مرة أخرى بعد ذلك، وأنه سيتوسط له حتى يعود إلى كنيسته. وفعلا ترك الكنيسة وعاد مرة أخرى إلى القاهرة. والمعلم فرج بيقول يعني الموضوع ده، بيقول يعني أنا سبت هناك وما كنتش عارف أروح فين، لأنه خلاص هو ساب الإكليريكية وتعين في كنيسة. طب ساب دي هيصرف منين وهيروح فين وهيعمل إيه؟ لكن كانت أمانة عنده إن حرام إن يبقى في معلم في كنيسة هو يعني يبقى السبب في إن هو يفضل قاعد في البيت وما في كنيسته اللي علم فيها ناس كتير يعني. ولما علم شعب كنيسة العذراء عياد بيك بعودته تمسكوا به حتى يعود يخدم معهم مرة أخرى، مما جعله يعود ويخدم كمعلم بها حتى نوفمبر 1949. في ذلك الوقت كان أبونا داود المقاري كاهن كنيسة العذراء رود الفرج يبحث عن معلم له مواصفات خاصة يريدها هو، فذهب إلى كنائس عديدة إلى أن جاء إلى كنيسة العذراء عياد بيك وصلى قداسة مع المعلم فرج، وبعد ذلك عرض عليه الخدمة كمعلم في كنيسة العذراء رود الفرج، فوافق وتم تعيينه بها في أول نوفمبر 1949 بجواب تعيين من أبونا داود المكاري المقاري بمرتب مرتفع نسبيا عن بقية المعلمين، بشرط ألا يكون له أي دخل آخر من أي خدمة يؤديها بالكنيسة كخدمة الجنازات والأفراح وعمل التماجيد، حتى يظل دائما مرفوع الرأس بين أفراد شعب الكنيسة. في أول ديسمبر 1959 وبالاشتراك مع الأرشيدياكون جميل توفيق رئيس شباب ملك جرجس بالأولني، قام بإصدار كتاب بعنوان المدائح الروحية حسب طقس الكنيسة القبطية. وده الكتاب اللي تقريبا 90% من كنائس مصر كلها هي اللي بتستخدمه في مدائح التوزيع. هو اختار طبعا كان في كتاب أقدم قلنا اسمه الدرة البهية، هو اختار مدائح منه وعمل الكتاب ده كحاجة مصغرة ليه، وابتدى الكتاب يطبع وينتشر وتعملت منه أكتر من تقريبا 16 طبعة لحد النهاردة. وقد وصل هذا الكتاب إلى يد طيب الذكر أبونا بشوي كامل، أعجبه كثيرا حتى أنه أراد أن يأتي بالمعلم فرج ويجعله معلمة كنيسته بإسكندرية، وسعى لذلك وتقابل معه وعرض عليه الأمر، إلا أن الله لم يوفق هذا الموضوع بسبب عدم موافقة أب اعتراف المعلم فرج واعتراض أبونا يعقوب البراموسي وكيل البطريركي. بعد ذلك بأسبوع تقريبا وجد المعلم فرج البابا كيرلس السادس نيح الله نفسه يتصل به ويعلمه أنه يريد تعيينه مدرسا للألحان والتسبحة بمعهد ديدموس والكلية الإكليريكية، وكان ذلك بالفعل. وقد انتدب المعلم فرج وانتدب المعلم فرج للتدريس بمعهد ديدموس لإعداد المرتلين عام 1967 بمعرفة الدكتور وهيب عطالة
وكيل الكليه الاكليريكيه اللي هو الانبا غريغوريوس اسقف في البحث العلمي، وكان يرأس الجلسة قداسة البابا كيرلس السادس وبعض أعضاء المجلس الملي. بعد ذلك فكر المعلم فرج في عمل كتاب يخدم المناسبات والأعياد والتماجيد، فعمل كتاب اللي هو دور الأرثوذكسية في المدائح والتراتيل الكنسية، اللي هو بقى الكتاب الثاني أو الطبعة الثانية من الكتاب الأولاني في المدائح، طور فيه شوية وطلعه. وكمان عمل كتاب خدمة شماس، وكتاب خدمة شماس ده يعني فترة طويلة كان هو المرجع الأساسي بعد كتاب أصدرته. كان في كتابين، واحد أصدرته جمعية أبناء الكنيسة القبطية في خلاجي وخدمة شماس، يعني أبناء الكنيسة عملت حاجة وجمعية نهضة الكنائس عملت حاجة، لكن كتاب المعلم فرج كان أقوى من الاثنين دول لأن كان موضح حاجات كتير فيه وحط ما يخص أسبوع الآلام داخل خدمة شماس بتاعه، فكان في إقبال كتير. ولحد النهاردة الكتاب بيطبع، أعتقد إن هو تقريبا عدى الطبعة العشرين لحد النهاردة. طبعا هقول طبعة يعني أنت بتطبع 3000 نسخة 4000 نسخة في كل طبعة منهم يعني. وقد تعرف على دكتور راغب عندما أعلن أن المعلم خليل سيقوم بتسليم القداس لغريغوري في الفجالة، فذهب هو مع باقي المعلمين ليثبت القداس، حيث أنه كان قد استلمه في حصص خاصة كان يعطيها له المعلم خليل الكبير. وقد سجل المعلم فرج الكثير من الألحان لمعهد الدراسات القبطية، كما قام بتسجيل بعض المناسبات الكنسية على شرائط بمنزله في السبعينات. يقول المعلم فرج أنه كانت هناك مردات طويلة تم اختصارها، وأن التغيير في الألحان غالبا ما يكون منشأه حلاوة الصوت، وأنه من المهم جدا الأمانة في استلام وتسليم الألحان، لأننا لو زودنا هزة واحدة فستصبح بمرور الوقت هي الصحيحة. قصة البابا الشرودة كان ليه كلمة شهيرة، الألحان هزة على هزة يبقى كلها لزة. تعرفين قصة البابا كان يعني يتميز بالمرح وكده، فكان يقول الكلمتين دول. الألحان عندنا استلمناها بطريقة التسليم اللي هي ان واحد يقعد قصاد مجموعة ويقعد يعيد ويزيد ويسلمهم، فالمعلم فرج كان من الناس الأمنة جدا في التسليم، لدرجة ان كل اللي استلموا على دي يقولوا ان هو كان يشغل لهم البقر او التسجيلات اللي خدها من الدكتور راغب بصوت المعلم خليل قبل ما يديهم اللحن. فلو الطالب لقى حاجه مختلفه هيقول له لا انت ما سمعتناش كده في المعلم خليل ما بيقولهاش كده. فكان عنده دقه رهيبه في تسليم اللحن، يعني لما نيجي نقول امانه في التسليم المعلم فرج عبد المسيح كان بالهزه، مفيش، وهو كان صوته مش حلو قوي يعني مش الناس اللي نقول صوتها جميل، فما كانش بيزود هزات من عنده ولا بينقص لانه كان بيعرف يستلم زي ما بيسمع بالظبط. قد تنيح المعلم فرج بسلام في يوم 11/4 سنه 2000 واقيم القداس على روحه الطاهره في اليوم التالي لنيحته بكنيسه العذراء برود الفرج بحضور نيافه الانبا يوانا سكرتير قداسه البابا وطبعا كتير من تلاميذه، ومن ضمن تلاميذ المعلم فرج كان المعلم ابراهيم عياد والمعلم جاد لويس، دول اكتر اتنين يعني او من الاتنين اللي اتلمذوا على ايدين المعلم فرج. طبعا المعلم ابراهيم لما نيجي نتكلم عليه دلوقتي، لان هو معلم ابراهيم لازم نتكلم عليه لان هو يتميز بحاجه. انا سمعتكم اصوات قديمه امبارح وصوت المعلم توفيق. المعلم ابراهيم في حاجه لو ما كانتش اتعملت ما كناش عارفين الالحان هتروح فين دلوقتي، اللي هي عمل النقله بين الاصوات القديمه والاصوات اللي ممكن الشباب يقبلوها النهارده في مواجهه الاغاني ومواجهه العولمه ومواجهه القنوات الفضائيه. تخيلوا كده لو احنا النهارده لغايه النهارده بصوت المعلم خليل يوسف يوتو مكاريوطاتو، ده التسجيل اللي وصل لنا، ما كانش الشباب حبوا الالحان. وانا عاصرت مع اتسابونا مدياس موقف ان واحد كان في الكاتدرائيه فبص لقى اعلان من خرس معهد الدراسات ان يصدر معهد الدراسات او يعلن عن وجود القداس الباسيلي القداس الغريغوري، فالراجل يعني راجل من اللي بيسمعه ابونا يوسف اسعد في العربيه وصوت اللي هي يعني ايه بيحب يسمع حاجه وهو مسافر وهو على الطريق، فدخل وقال لهم انا عايز القداس الباسيلي للمعلم، يعني هم طبعا ما يعرفوش، فدول المعلم القداس الباسيلي بصوت المعلم مخيل التسجيلات اللي سجلها المعلم مخيل.
فالراجل حطه في العربية وطبعا بس. فاللي حصل ان الراجل افتكر ان هم لحقوا عليه، يعني انا راح اجيب حاجة زي اسمه ونص اقدر لحقوا عليه. فلاجل الحظ انه دخل عشان عايز يضرب السكرتيرة اللي بعت له الشرايط دي. فابونا متياس كان قاعد في الاوضه في هدى الموضوع وعمل الدنيا. فكان ليه كلمه بيقول يعني الناس عندها انطباع عن المعلم خقيل عشان ما تعرفوش، بس هي المساله مش كده. هي المساله ان زي ما قلنا كده ان الصوت الحسن مش لازم يكون الصوت ممتاز يعني. فتسجيلات المعلم خقيل احنا قلنا انه سجلها وهو كبير، وتسجيلات متاخده من على بكر، ويعني انها طلعت اصلا دي تعتبر معجزه ان عرفت وكاله ناس تطلع الصوت من على الورق ده. فمش كل الناس تفهم الكلام ده وتعرفه، فلازم كنا نعرفه عشان ندرك قيمته. وحتى لو ادركنا قيمته، الشباب النهارده انا عايز حد اسمعه صوته حلو. انا بسمع اغاني مغنيين بيختاروهم وتقنيات صوتيه، اواجه ده ازاي لما كانش في الكنيسه حد صوته جميل زي المعلم ابراهيم؟ يا ترى ايه قصه المعلم ابراهيم نفسه، وازاي بقى المعلم بتاع الكاتدرائي؟ المعلم ابراهيم عياد جرجس فرح الاشروبي. الاشروبي نسبه الى البلد اللي هو اتولد فيها، كبير مرتلي الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، وأستاذ الألحان بالكلية الإكليريكية ومعهد ديموس. ولد في 27/12/1952 بأشروبة، مركز بني مزار، محافظة المنيا. كان وهو صغير يحب الذهاب للكنيسة، حتى يتسنى له أن يستمع إلى الشمامسة وهم يرتلون الألحان. والذي جعله يرتبط بالكنيسة ويحبها هو القمص مخائيل القمص مرقس، الذي كان يتمتع بصوت جميل روحاني. وبينما كان المعلم إبراهيم في المرحلة الابتدائية، إذ كان ذو صوت جميل موهوب، أدرك أبونا ميخائيل موهبته وحبه الشديد للكنيسة وألحانها، فأشار عليه بأن يذهب إلى بياض ببني سويف ليتعلم الألحان هناك. وبالفعل ترك الدراسة وتوجه إلى هناك، وبقى ببياض لمدة سنة واحدة. وعندما رأى المحيطين به هناك موهبته في الألحان، أشاروا عليه بأن يذهب إلى المعهد الجديد، معهد ديدموس، قديس ديدموس، الذي قام بافتتاح حديثا في ذلك الوقت طبعا قداسة البابا شنودة الثالث، عندما كان أسقفا للتعليم تحت رعاية قداسة البابا كيرلس السادس نيح الله نفسه. وفي أوائل عام 1967 جاء إلى القاهرة برفقة شقيقه وابن عمته ليلتحق بمعهد القديس ديدموس الذي كان يتبع الكلية الإكليريكية بالأمبرويس، والذي قام بتقديمه في 24 يناير عام 1967 لأسقف التعليم والأساتذة الإكليريكية هو الأستاذ صليب القمص ديمتري الذي كان معيد في الكلية الإكليريكية وأصبح فيما بعد تلميذ لقداسة البابا شنودة الثالث، وكان أيضا من بني مزار بمحافظة المنيا. وهو في السنة الدراسية الثانية بالمعهد، طبعا المعلم إبراهيم كان يعني صوته من الناس زي ما قلنا كده الذين يجيدون التعبير بالنغمة عن الكلمة، فهو متميز. وهو في السنة الدراسية الثانية بالمعهد اختار الدكتور راغب ليدرس ويدرس، يعني هو في سنة تانية لقوة حفظه وموهبته في الألحان اختار الدكتور راغب مفتاح ليدرس ويدرس. طبعا معنى ان اختار الدكتور راغب، دكتور راغب ما كانش يعني مش من الناس اللي ياخد اي حد، ما كانش عنده موهبة ما كانش خد. من الورق اللي احنا شفناه كان بيختار الناس ازاي ويقعد يدقق ويقول لك ده صوته كذا، ده ما ينفعش ان هو يقول ألحان، ده يعني ما كانش بيفرق معاه، لكن هو همه ان الالحان تتنقل بطريقه صح. فاذا كنت انت هتعرقل الموضوع ده يبقى خليك دلوقتي يعني على جنب. وكان بيقسم الخوارز، ده خرس اول وخرس ثاني وخرس ثالث. وهو في السنه الثانيه الدراسيه الثانيه بالمعهد اختار الدكتور راغب ليدرس ويدرس الخرس عام 1968. وفي نفس العام بدا يذهب مع طلبه الاكليريكيه الى الزمالك ليصلي هناك مع المعلم متى نصر الله الذي أعجب بصوته وكلم آباء الكنيسة عنه ليصلي معه في الكنيسة. وبالفعل كان يذهب كل يوم أحد ليصلي هناك. فالطلبة الإكليريكية مع المعلم إبراهيم بيروحوا كلهم كنيسة العذراء المرعشلي عند المعلم متى نصر الله ويحفظوا الألحان.
وفي تسجيل موجود للمعلم متى بيقول لحن الفضائل العربي. لحن الفضائل ده بيتقال البطرك، بيتقال فيه الاثنى عشر فضيله تحل على راس ابينا البطرك امين. فكان المعلم ابراهيم بيقول امين، يعني المعلم بيقول، المعلم متى نصر الله بيقول الكلمات والمعلم ابراهيم بيقول امين. بعد ما خلص قصه معلم خليل هنسمع اللحن ده. ودي صوره للمعلم متى نصر الله. وفي نصف مارس من هذا العام جاء المعلم فهيم جرجس والمعلم أسعد إلى معهد ديدموس. المعلم فهيم والمعلم أسعد كانوا هما اللي بيدرسوا الألحان في المرؤوسية القديمة. المرؤوسية القديمة طبعا هي كانت المقر البابوي قبل إنشاء الكاتدرائية الموجودة في العباسية. ليختاروا اثنين من المرتلين، يعني جم يختاروا اثنين من المرتلين من معهد ديدموس. وفي الوقت ده زي ما قلنا كان المعلم ابراهيم بيدرس في المعهد ليساعدهما في الخدمه الكنسيه. ولم يقع عليها الاختيار، ما اختارش المعلم ابراهيم، بل تم اختيار اثنين اخرين من طلبه المعهد، الا انه كان له الحظ في ان يقوم بتوصيلهما الى الكنيسه المرؤوسيه. يعني هم اختاروا اثنين غيره، بس لان هم كانوا من كفيف البصر، يعني المعلم فهيم كان بيشوف شويه، المعلم اسعد لا، فهو كان ليه نصيب ان هو يروح يعني يوصلهم. فكان هذا وراح معهم الروسيه. فكان هذا اول لقاء بينه وبينهم، وقد شعر بالمحبه منهما. وحدث بعد ذلك ان احد الاثنين الذين تم اختيارهما ذهب للخدمه بكنيسه اخرى، ووقع عليه الاختيار للخدمه بدلا منه من قبل قداسه البابا كيرلس السادس. هو بيقول ان هو معلم ابراهيم بالبلدي كده بيقول يعني انا رحت المرؤوسيه اوصلهم، فشافني البابا كيرلس وكان في واحد تاني فقال لا ده ما يجيش، او الولد ده ما يجيش وهاته ده، واختار المعلم ابراهيم عشان يبتدي يساعد المعلم فهيم والمعلم اسعد في الخدمه بتاعته. ووقع عليه الاختيار للخدمه بدلا منه من قبل قداسه البابا كيرلس السادس. وقد انهى المعلم ابراهيم دراساته بمعهد ديدموس في شهر مايو 1972 ميلاديا، ثم دخل الجيش واتم تدريبه في الاسكندريه، ثم جاء الى القاهره. تعلم الالحان على يد المعلم فرج عبد المسيح والمعلم نصيف عبد المسيح والمعلم صادق عطله والمعلم فهيم جرجس. هذا بالاضافه الى ما تعلمه من شرائط المعلم ميخائيل جرجس البتانوني وشرائط كبار المعلمين مثل شرائط المعلم توفيق، يعني غير كمان اللي استلم معلم توفيق وجها لوجه، لكن في حاجات استلمها من الشرائط. ومن الاماكن الاخرى التي سلم فيها الحان بخلاف ما سبق ذكره جمعيه نهضه الكنائس، كنيسه مريرجس اليوبلس، كنيسه العطره بالمطريه، شباب الامبرويس، والمنسي بالظاهر، الفجاله، ابو زعبل، مجموعات كنسيه في الزمالك. وتحت اشراف قداسه البابا شنوده الثالث وتحت رعايه الانبا موسى والانبا رفائيل، وعملا على نهضه الالحان، فقد قام المعلم ابراهيم بتحديد ميعاد حصة أسبوعية للشباب يقوم هو بنفسه بتدريس الألحان فيها للشباب في يوم الأربعاء من كل أسبوع قبل اجتماع قداسة البابا في الكاتدرائية الكبرى بالعباسية. المعلم إبراهيم سافر كثيرا مع الخرس إلى البلاد الأوروبية لتقديم الألحان القبطية هناك. ففي عام 1988 سافر الخرس إلى ألمانيا بصحبة الدكتور راغب وأبونا مكياس نصر مجموعة مختارة من طلبة الإكليريكية، وقدموا ألحان تسبحة العشية والقداس على الهواء مباشرة لثلاث ساعات. كما سافر مع فرقة ديفيد بقيادة الأستاذ جورج كيرلس، أرماند جورج كيرلس، أكثر من مرة بصحبة الفرقة الصوفية من الإخوة المسلمين بقيادة الشيخ محمد الهلباوي لتقديم التراث المسيحي والإسلامي ولإعلان الوحدة الوطنية في العالم كله. وقد تميز المعلم إبراهيم عياد بقوة وجمال صوته والتنويع في أسلوب تقديم اللحن مع الخورس وبراعته في التعبير عن ما يقوله باللحن. فعندما تسمع منه قداس عيد القيامة المجيد تشعر أنك دخلت القبر مع التلميذان بطرس ويوحنا، وانحنيت ونظرت الأكفان داخله وبكيت مع مريم المجدلية. يعني ناس دايما تقف قدام الحتة دي اللي بيقولها المعلم إبراهيم في الإنجيل، فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما، أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي. بتحس ان انت يعني عايش الحدث،
وده اللي بنقوله ازاي تعمل تمثيل موسيقي للي انت بتقول، ازاي تحسه وتصوره فاللي قدامك يتخيله. يعني تخيله كده براعة المذيع او اللي بيعمل تمثيلية على الراديو مش على التلفزيون. التلفزيون انا بشوف حركات ودخل وخرج، لكن انا عايز اوصلك شعور التلفزيون اللي انت بتشوفه ده بس من خلال الراديو، يعني هتسمع بس مش هتشوف. فهي بنفس الطريقة، ازاي اوصلك ان حصل حاجة معجزة رهيبة زي اقامة العازر، حدث تاني مثلا زي بالتعبير، وبرضو تخيلوا معايا العبد اللي لطم السيد المسيح، حاجة مستاهلة. تخيلوا يعني السيد المسيح اللي جاي يوم العشاء الأخير أو في جسماني وقال لهم إيه؟ إن أنتم مش عارفين أنا أقدر أطلب من أبي فيبعت 12 ألف ربوة من الملائكة يدافعوا عني؟ أنتم مش عارفين قوتي إن أنا أقدر أعمل كده؟ لكن أنا قوتي حايش بيها الملائكة. ده ملاك واحد موت 185 ألف في ليلة، ملاك. ما بالكم بقى بالملائكة ورؤساء الملائكة والشربين والصرافين اللي شايفين إلههم عبد بيضربوا بالقلم. فازاي أعبر عنه؟ ازاي أحسس اللي قدامي إن يعني إلهك اللي خلق الكون ده كله عبد لطمه بالقلم؟ ما تعديش كده، ما تتقلوش كده، لازم أحسس اللي قدامي باللي حصل. ولما قال يسوع هذا لطمى، يسوع واحدا من الخدام الواقفين قائلا أهكذا تجيب رئيس الكهنة؟ فأجاب يسوع وقال له إن كنت قد تكلمت رضيا فاشهد على الرضي، وإن حسنا فلماذا تدري ابني؟ قوة حدث لما كنتش احس بيه وعبر عنه واحس بقد ايه المسيح اتألم، تأكدوا ان انا لا هحس ولا اللي قدامي هيحس ولا هشعر بالمناسبة اللي بتمر بيها الكنيسة. ومن الأشياء التي ينادي بها حفاظا على تراث الألحان القبطية وعملا على نهضتها أن يكون الآباء الكهنة ملمين بألحان الكنيسة وطقوسها، لأنهم هم المسؤولون أولا وأخيرا عن طقس الكنيسة. أن اللحن الذي يصلى في القداس بالقبطية يصلى في القداس الذي يليه بالعربية حتى يتاح للشعب معرفة معنى اللحن وطريقة أدائه قبطيا وعربيا. يعني أنا النهاردة بقول في القداس أمين أمين تونس أنا تونس وكيريا، طب لقيت الناس مش حافظاه اجي اعمل ايه؟ اجي اقول المره الجايه بالعربي، وفي اجتماع شعب اجتماع شباب، يا جماعه احنا هنحفظ اللحن ده، انتوا حافظينه مش حافظينه بالقبطي هنحفظه مع بعض، وكده كده في الاول هنعرضه لكم على الفيديو بروجيكتور عشان تبقوا شايفينه. مفيش فيديو بروجيكتور، هنطبع لكم ورق بيه بحيث وانت بتقوله عارف ان ده معناه ده، مش لازم معنى الكلمه بالحرف ان دي تقابل ايه كمرحله اولى. وبعد ما حفظك اللي احنا هقولك القداس الجاي بقى، قداس الحد جاي احنا هنقول هنقوله بالقبطي. بعد ما حفظت اللحن ده ابتدي في لحن تاني في لحن تالت، وبكده اقدر احفظ الشعب. يبقى لا خليت القبطي يندثر ولا خليت ان انا بقول قبطي والناس مش فاهمه قبطي. طبعا دي من الحاجات اللي هو بيقولها معانا ابراهيم. بيقول كمان ان احنا دلوقتي عندنا الحان كبيره وايه الشمس عايزين يقولوا الالحان دي، طب نعمل ايه؟ لا ينفع نقول لهم ما تقولوهاش، ولا ينفع كلها نقولها في قداس واحد. فقال لك وزعها، يعني انت جيت عيد الميلاد قلت لحن بنشتي، تيجي القداس اللي بعديه تقولوا كبروا بعضكم الكبيره، تيجي في القداس العيد اللي بعديه يعني انت عندك الميلاد والغطاس والقيامه وفي اعياد سيدية كتير، وزع الالحان على الاعياد بحيث لا يبقى فيه تطويل الناس تمل منه، وفي نفس الوقت قلت الالحان يعني سمعت الناس ان في لحن جديد او لحن تقال. وده تلاقوه هو بيعمله، يعني تلاقي في قداس مثلا عيد يقول أجيوس الكبير، يجي قداس اللي بعديه يقول هتن الكبيره. طب ممكن يقولهم كلهم في وقت واحد، لكن عشان ما يبقاش في تطويل يتعب الناس.
بيقول كده أن يقال في كل قداس أحد الألحان الكبيرة. فمثلا إذا كنا في قداس اليوم لحن أبوتيكي هو مقدمة الكاسيليكون القبطي، نقول في قداس الأزيالي لحن شاري مرد الإبراكسيس الكبير، وفي قداس الأزيالي لحن أبي كرون، وفي قداس الأزيالي لحن بنشت الكبير، وهكذا. وإن كنا في هذا القداس البولس قبطيا فالأزيالي الإبراكسيس قبطيا، وإن كنا في هذا القداس الأسباسموس الواطس نقول في الأزيالي الأسباسموس الأضام. وبذلك ستتقرر جميع الألحان وسنحافظ عليها من الاندثار، ولن يحدث تطويل زائد عن الحد في وقت القداس. وزي ما بقول كده، اهم حاجه عملها المعلم ابراهيم هي النقله الصوتيه من الاصوات القديمه. اسمعوا معلم فرج، اسمعوا معلم فهيمه، اسمعوا معلم توفيق. الجيل الجديد اللي اتوجد في الكنيسه في نفس الوقت اوجد ربنا المعلم ابراهيم في الكنيسه عشان يعمل النقله الصوتيه دي، عشان اللي يسمع الألحان منها يحبها، منه يحبها. يعني كلنا حفظنا مردات الشماس في الهيكل قلما أو ناس قليلين اللي استلموها. لما طلعت شرائط المعلم إبراهيم ابتدى أن هو كل الناس تحفظ منها. والمعلم إبراهيم من حبه للألحان وهو بيدرس ويدرس مع دكتور راغب طلب منه أن يصدر شرائط خاصة بيه، ومنها شرائط سجل مثلا طقس الميلاد في بورسعيد مع الأنبا تدرس. شجعه وابتدى يسجل طقس الميلاد، شويه ابتدى يسجل طقس القيامه، شويه ابتدى يسجل عيد الغطاس، ويبتدي يشوف ايه اللي ناقص في طقوس الكنيسه ويسجله بعد ما يروح يلف هنا ويسال ويتعلم. وغير كده المعلم اللي قلنا برده ان المعلم بيبقى ماسك الكاتدرائيه بيتميز عن معلم اي كنيسه لسببين. السبب الاول ان المناسبات اللي هو بيتعرض لها ما بيتعرضلهاش اي حد تاني. انا في الكاتدرائيه النهارده الانبا فلان بيصلي معانا، النهارده جاي لنا وفد من كنيسه اخرى، فلازم المعلم يكون معلم قوي. الاساقفه في العيد بتصلي بطبقات مختلفه، بنلاقي المعلم ابراهيم لما يطلعوا بالنغمه يطلع معاهم، ينزلوا بالنغمه ينزل معاهم، على حسب ما بينهوا ينهي زيهم بنفس الطبقه. فالدف بتلاقوه ماسكه بالراحه، لا تعب صوت الاله على صوت المعلم. فممكن القداس تتعلم حاجات كتير. اسمعكم اللحن اللي بقول لكم عليه ونتفرج على شويه صور للمعلم ابراهيم والمعلم توفيق. دي صورة مثلا عن المعلم إبراهيم كان صغير.
دي صورة المعلم إبراهيم عند المدفن بتاع دكتور راجل مفتاح، واللي على يمينه دي هي مدام لورانس مفتاح اللي كانت ساعدت على نشر كل التسجيلات بتاعت المعلم خليل من خلال موقع الجامعة الأمريكية. شايفين معلم إبراهيم ماسك الدف اهو، هنا في عهد الكنيس، هنا في الخرس يوم العيد. تلاقوا حاجة المعلم إبراهيم برضه يتميز بيها، إن هو في الأفراح يحاول يشجع الشمامسة، يعني ده يقول يعني حتة التعليم عنده في أي حتة، يشوف بيقول إزاي ويشجعه، يقول له قول، يتلاقوه يشاور له اللي قدامه ويشجعه، حتى لو شخص صوته مش حلو، حتى لو شخص مش حافظ كويس، يقف جنبه ممكن يعيد له حتة كده أو يصلحها له. هنا المعلم هو إبراهيم، وده المعلم فرج عبد المسيح مع قداسة البابا شنودة. هنا صورة تجمع قمم المعلمين، المعلم فرج عبد المسيح، المعلم صادق عطلة، والمعلم إبراهيم عياد في أحد الأديان. هنا المعلم إبراهيم والمعلم صادق، معلم إبراهيم ومعلم صادق، المعلم إبراهيم هنا في الاستوديو وهو بيسجل الألحان. بعد ما اتقسم بدياكم بصوا الصورة دي، هنا المعلم إبراهيم واقف ورا البابا كرولوس، شايفين؟ اهو ده كان المعلم إبراهيم. وفي يعني في صورة برضو في أحد الفيديوهات إن كان المعلم فهيم يبقى ماسك الدف، والمعلم إبراهيم كان واقف جنبه صغير ماسك التريانتو. هنا هو بيحفظ الكهنة مرسومين في الدير، وبعض الكليركين أو الناس محب الألحان في الدير يعني. مع نيافة الأنبا بسيدة، دي صورة في كنيسة العذراء، كاتدرائية العذراء زيتون. دي صورة مع قداسة البابا شنودة، وهنا صورة مع المعلم معلم توفيق. بص المعلم توفيق كان دايما بقت خلاص بقت على عنده، حتى هو بيتكلم بتلاقيه بيحط ايده على وده. بصوا صورتين اهو، ده قاعد بيتكلم معاهم عادي يعني، مش بيرتل لهم ألحان. وده طبعا سابون أشعيا المحرق. هنا مع الفرقة الصوفية اللي هم قدموا ألحان باشمهندس جورج كرولوس، معلم إبراهيم عياد. لما سافروا بره، لما ابتدت أحداث تحصل في مصر، فابتدوا يعملوا موضوع الوحدة الوطنية، وابتدوا يقدموا مع بعض كنوع من توجيه رسالة للعالم، يعني إن في وحدة موجودة في مصر، ويقدموا الألحان المسيحية والألحان الإسلامية، بيتقالوا الاثنين مع بعض ميكس كده، وبيعرضوهم قصاد العالم. كده مفروض ندخل بريك. طيب 10 دقايق 5 دقايق وناخد البريك. 8 اوكي. ممكن ناخد بريك ب 8:30 ونبدا 8:30. اوكي خلاص. خلاص هناخد بريك، وبعد البريك هنتكلم عن أهم الشخصيات اللي اهتمت بالألحان القبطية. يعني هحاول ندي فكرة كده بس عن مين هو المعلم في الكنيسة، دوره، أهم المعلمين، الجيل اللي بيسلم جيل، عشان لما نيجي نقول حد بيقول حاجة غريبة، طب جبتها منين؟ احنا عندنا دلوقتي الأصل المعلم خليل، وادي اللي استلموا منه،
وادي يعني الجيل الثاني والجيل الثالث. يعني الجيل الاولاني كان المعلم خليل اللي استلم منه المعلم فرج والمعلم توفيق والمعلم فهيم والمعلم صادق عطله، وكان في معلم اسمه معلم وديع درس 6 سنين مع المعلم خليل، فخلاص بقى بالتاريخ كده معروف مين اللي استلم منه. الجيل اللي بعد كده اللي استلم من دول كان منهم المعلم ابراهيم، معلم اسمه المعلم ناجي موسى في اسكندريه. ففي تسلسل، المعلم جاد استلم من المعلم فرج، تتلمذ على ايد المعلم فرج. فلما نيجي نعرف مين دول، احنا المره الجايه بس هنبتدي نبذه صغيره عن المعلم جاد، لان هو الجيل الاهم اتنين في الجيل التالت اللي استلموا من المعلمين القدامى، المعلم فرج سوري المعلم ابراهيم والمعلم جاد. والاثنين بيحبوهم الشباب عشان صوتهم. طبعا في معلمين تاني متميزين زي المعلم زاهر ومعلمين اخرين يعني عشان ما ننساش حد. لكن لما جيت سالت مره المعلم فرج، لانه كان يعتبر من ادق الناس اللي استلموا من المعلم مخائيل، المعلم صادق في اخر ايام كان بيتوه شويه، يعني كان عنده زي زهايمر او بتختلط عليه الامور، فممكن يقول انا لسه جاي من افريقيه ولسه كنت قاعد مع المعلم مخائيل، ففي اخر ايامه كان الموضوع ده مأثر عليه. لكن المعلم فرج لاخر ايامه، ودي حقيقه يعني، ان كان تعب صحيا بعد ما اتسلم الخرس في استراليا ورجع مصر، وقال انا خلاص مش هقدر اسلم الخرس تاني، انا تعبت يعني. وبعد فتره لقيناه بيسلم الخرس، فما سالناه يا معلم حصل ايه، قال دكتور راغب الراجل اللي عنده 95 سنه جالي لحد البيت وقال لي هبعت لك عربيه تاخدك وتوديك، بس عايزك تفضل تسلم الخرس. فقال واحد يعني سنه كده وتعبان وسايب كل حاجه وجاي لي لحد البيت، هقول له لا؟ فابتدى يروح يسلم الخرس لغايه ما ابتدى تعبه الاخير وتناح بسلام. فكلهم كانوا بيحاولوا يخدموا المعلم فرج. لما بنساله عن المعلم توفيق يقول لما يبقى في مؤتمر ولا حاجه المعلم توفيق كفيف، يقول بيفضل واقف جنبي لحد السرير، يعني يقف جنبي لحد ما يطمن ان انا نمت ومش عايز حاجه وبعدين يسيبني انام. فالمساله الالحان ما بتشكلش ان انا اقول لحن وخلاص، ده في محبه وراها، في بذل، في خدمه. ما كانش ده كله هيكون موجود، محاوط الالحان المعرفه والمحبه والخدمه هتبقى عباره عن كان واحد بيغني وخلاص، لا انا هستفيد ولا غيري هيستفيد. ناخد البريك ونتكلم جزء بعد كده عن المعلم جاد، ونتكلم عن اهم الشخصيات اللي اهتمت بالموسيقى والالحان الابداعيه. أبو